دول 3 أعمال منوعة بتتكلم عن النجاح. وانا كنت قبلهم قلت خطاب صغير كده: نجاحك بدماغك بتقول ايه؟ كتير هيوقفوك واكترهم هيحبطوك. طريق النجاح زحمته بتوقف اي حد، وعشان توصل لنهايته استحمل غباوته، استحمل الانتظار. لكن مفيش قوانين هتحكم طريقك طول ما انت اللي بانيه. مهما تكون سريع مفيش عليك رادار، فدلوقتي لازم تغير المصادر. أعداء النجاح في حياتك زي الحياة في حياتك، هيحاولوا يخلوك نص واحد. خلي نصك بمليون واحد. دايما واثق في نفسك وتحدى التحدي، وقبل ما يقولك روح وقابلهم وأدي. هيحاولوا يخلصوا طاقتك، هات من الشمس وقود. هيحاولوا يحددوا عقلك، عقلك بلا حدود. الفرق دايما فرق ما بين واحد اخره يكون شغال، وواحد الشغل بالنسبه له لعب عيال، واحد من العدد معدود. نجاحك طريقه رسمتك بقلمك وورقتك. ارسم طريق فكرته تعدي من فوقهم. الوقت عامل مهم دلوقتي تسبقهم، ويا للنور عميكم. غباوة عقلكم بتزيد، هتفوقوا لما المستحيل بالنسبه لك يكون لينا تأكيد. الايام داير ما يدور، وعمر ما الغرور عندنا كان ليه دور. لكن كلامنا في حقكم ظلمكم، فواجب نصلى في النور. عقلك مفتاح نجاحك، الفرق ما بينك وما بينهم لازم يكون فرق. هم عايشين على الارض شمسك اللي تنور لهم. قبل ما يخطوا خطوتك، خطوتك خطتها خطهم. قبل ما يقصقصوا ديلك تقصقص بقهم. عاوز تنجح لازم تكون معديهم. كل فعل منهم جاهز ومستنيهم، كل رد فعلك بره حساباتهم، كل فكرة بمخك فوق توقعاتهم. بتحارب الكل وانت لوحدك، يا تكون بالكل يا تعيش وحدك. مخك ما تخلقش للتفاهات، في عقول بتحارب مليارات. فكرة كلمة من 4 حروف، وممكن حروفها تكون خروف. وقت ما تفكر في الفكرة يكونوا بيفكروا في الخروف، وحلال عليك الأكلة ولسه مصدومين من اللي حصل، وبيفسروا ازاي ده حصل وانت بتجهز لبكرة. دماغك هي نجاحك، دماغك هي نجاحك. اعدائك لو مش موجودين ما كانش ده بقى حالك. شكرا لكل ألم تسبب في نجاحك. الألم اللي بيضربوه على وشك خده وارسم طريقك. خلي ألمهم يرسم مصير. محدش بيتعب في الدنيا وما بيلاقيش نجاح. ربك بيسبب الأسباب في طريقك من دافع الكفاح. ناس ولا عجبال والخاطر بتلاقيها ورا تعبك، ناس ما كنتش تتخيل انك تلاقيها بتساعدك. ربك ما بينساش حد، وزي ما في سبت زي ما في حد.